وتدا صغيرا أو كبيرا في الدولة السورية يكون له ملكيته، وبالتالي هم لا يعون مخاطر ما يفعلون في اللوحة العالمية وليس في الوضع السوري. شكرا. سؤال أول لحضرتك، تيار بناء الدولة السورية، ما هي الدولة السورية التي تريد أن تبنيها؟ ما هي مواصفاتها؟ دولة سورية ديمقراطية تعتمد على مفهوم المواطنة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين. طيب الآن هل أنتم تدعمون الحل السلمي؟ نحن منذ البداية دفعنا باتجاه الحل السياسي السلمي، وبرأينا أنه هو الحل الوحيد. لا يمكن لأي حل عسكري أن يقودنا إلى الديمقراطية لعدة أسباب. أولا أن العنف لا يمكن أن يؤدي إلى الديمقراطية، لأن المنتصر بالطرق العنفية سيسيطر وسيؤدي إلى خلق أنظمة ديكتاتورية جديدة، زائد إلى أننا لا نستطيع أن تبني الديمقراطية بشعب جائع أو بشعب مشرد. فلذلك نحن منذ بداية الحراك في سوريا دعينا ونادينا إلى الحل السياسي الذي يكون شامل، بمعنى أن يضمن جميع مكونات الشعب السوري من أجل سوريا المستقبل. طيب يعني كل ما قلتيه الآن هو موجود، ولكن يعني كيف تريدون أن تبنون هذه الدورة الديمقراطية مع كل ما تحدث؟ الجوع قائم، العنف وصل إلى مستويات مخيفة. يعني نحن هل ما زالت رؤيتكم واقعية؟ رؤيتنا ربما صعبة الوصول لها بشكل قريب، لكنها غير مستحيلة. لذلك نحن ما زلنا نعمل في الداخل السوري في قلب العاصمة دمشق، نعمل على بناء الشباب، تمكين النساء، الترويج للفكر الديمقراطي، الدفع باتجاه الحل السياسي السلمي. يعني سنستمر بالعمل حتى لو أصبحت الظروف صعبة، لا نستطيع إلا أن نستمر بالعمل. طيب انزلاق المجتمع السوري للعنف بهذه السرعة، خلينا نقول، هل هو كان عدم قابلية أو عدم جاهزية؟ يعني كيف تفسرونه؟ يعني أعتقد أن انزلاق المجتمع إلى هذا العنف له عدة أسباب. أولها الترويج الإعلامي، يعني أصبح الشخص الذي يستخدم العنف بطل، وأصبح هناك غسل أدمغة كثيرا باتجاه أنه جيد أن تسرق الآخر لأنه لا يتفق معك بالرأي السياسي، جميل أن تغتصب الزوجة الآخر لأنه لا يتفق معك بالرأي السياسي، أنت بطل إذا قتلت وذبحت بالسكين. فالإعلام روج كثيرا لهذا الموضوع. الشيء الثاني أعتقد هو غياب الحياة السياسية في سوريا، وغياب أنظمة المجتمع المدني الذي كان يمكن أن يساعد الشعب السوري في إعادة تنظيم نفسه أو في الدفع باتجاه الحياة المدنية. يعني نستطيع أن نقارن بين الحالة السورية والحالة المصرية. الحالة المصرية كانت أقل عنفا بكثير لوجود منظمات مجتمع مدني، وجود حريات، ولوجود حياة سياسية. أما في سوريا فالكل يعلم أنه لا يوجد منظمات مجتمع مدني، لا يوجد حرية صحافة، لا يوجد حياة سياسية. لذلك نحن في تيار بناء الدولة نعمل أيضا على العمل وتوسيع ما أفاق الحياة السياسية في سوريا. طيب كيف تنظرون، ما هو موقفكم من جنيف 2؟ يعني برأينا جنيف 2 هو بداية الحل، ويجب أن يعقد، ويجب أن يتم الاتفاق بين الدول على إيقاف حالة العنف وإزالة الشرعية عن العنف في الحالة السورية، والعمل من الداخل من أجل بناء حياة سياسية تقود إلى الديمقراطية والتغيير السياسي السلمي. طبعا جنيف 2 لن يكون هو يعني عصا سحرية تحل جميع القضايا أو تحقق هذا التغيير السياسي، لكنه على الأقل سيزيل الشرعية عن استخدام العنف في سوريا. طيب هل أنتم متفائلون بنجاح، وهل أنتم مستعدون أصلاً للمشاركة في هذا المؤتمر؟ يعني للأسف أن الوضع السوري لا يدعو للتفاؤل بأي شيء، لكن نحن مصممون على الدفع باتجاه عقد جنيف 2 لأننا نعتقد أنه هو الحل الوحيد. طبعاً نحن برأينا أن حضور جنيف 2 بالقوى المعارضة ليس هو الشيء الأهم، الشيء الأهم هو ما بعد جنيف. فإذا دعينا في الشروط التي تناسب تيار بناء الدولة السورية أكيد سنحضر، لكن برأينا هو العمل فيما بعد جنيف وجعل مؤتمر جنيف مؤتمرا سوريا، وكان نسميه في تيار بناء الدولة ثورنا جنيف، هو الأهم برأينا. العمل على الأرض مع الناس في الداخل السوري برأينا هو أهم شيء يمكن أن يساهم في إنجاح جنيف. طيب تحدثت عن شروط المشاركة، ما هي هذه الشروط؟
نحن برأينا أنه يجب أن يكون هناك فريق ثالث، أطراف ثالثة لحضور هذا المؤتمر لتعبر عن صوت السوريين. للأسف أن سواء كان النظام أم الائتلاف فإنهم فقط يعبرون عن جزء قليل من السوريين. ويوجد لدينا الأغلبية، معظم السوريون لم يسمع صوتهم أحد، ونحن برأينا أنه يجب أن يكون هناك وفد ثالث ليعكس صوت السوريين السوريين بشكل عام، وخاصة في الداخل الذين لم يتاح لهم أي منبر إعلامي للتعبير عن رأيهم في هذا المجال. طيب ما هو الحل الذي تتصوروه لحل الأزمة السورية؟ برأينا أن نقل صلاحيات، معظم صلاحيات شخص مقام رئاسة الجمهورية إلى حكومة انتقالية تكون كما نص عليها جنيف واحد، تكون من السلطة والمعارضة وأطراف أخرى، هي بداية الحل. الحل ليس يعني كلمة، الحل هو عمل سياسي ستقوم فيه هذه الحكومة التي ستكون على المحك إذا كان ستقدر على أن تقود سوريا نحو سوريا أفضل. طبعا نحن برأينا أنه يجب أن يكون الانتقال على مرحلتين، المرحلة الأولى هي خفض العنف وتهيئة البلاد للانتخابات، والمرحلة الثانية هي الانتخابات والتي يجب أن تكون مراقبة وشفافة. الانتخابات إذا تمت مباشرة بعد تغيير النظام أو بعد الاتفاق على الحكومة الانتقالية لن يكون عاكسا لرأي الناس، وسيأتي كردة فعل كما حدث في مصر. طيب ما هو الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبلوا به لجنيف لما ينتج عن جنيف؟ يعني الحد، أنا أعتقد أنه ليس هناك حد أدنى أو حد أعلى. أعتقد أن هناك تفاوض على إيقاف العنف والبدء بعملية سياسية. يعني طبعا نحن لا نريد أن تعود سوريا إلى ما كانت، لا نريد أن يستبدل الدكتاتورية بدكتاتورية أخرى. القضية ليست مسألة أشخاص، أن يذهب هذا الرئيس ويأتي رئيس آخر. القضية في سوريا هي موضوع نظام وآلية عمل سياسي، وهذا فعلا ما نريد تغييره في سوريا، وليست القضية محصورة بشيء شخصي أو بمجموعة من الناس تحكم تذهب وتأتي مجموعة أخرى. ويجب أيضا أن نستفيد من تجارب الدول بأن لا يتم إقصاء لأي مجموعة. يعني لاحظنا، أستطيع أن أستحضر تجربتين، تجربة جنوب أفريقيا وتجربة العراق. في العراق تم اجتثاث البعث فنتج عنه عنف وإرهاب أكثر، وفي جنوب أفريقيا لم يتم إقصاء النظام السابق، وإنما تم توسيع حلقات العمل العام بحيث يتم إضافة عناصر جديدة مع بقاء العناصر القديمة التي أعطيت حق أن تترك عملها بامتيازات، فكان هناك دولة ديمقراطية جديدة. أعتقد أنه يجب أن نستفيد من تجارب هذه الشعوب، وأن ننظر وندفع باتجاه عمل سياسي شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب. طيب يبدو أن المواجهة القادمة هي المواجهة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة، ألا تخيفكم؟ ألا تخشون هذه المواجهة؟ طبعا تخيفنا المجموعات الإسلامية المتطرفة، لكن لكل هذه المجموعات يعني لديها، يوجد حل، يوجد طريقة للتعاطي معها. وأعتقد أننا في المرحلة الأولى لن نستطيع أن نقضي على العنف الموجود في سوريا. إذا استطعنا أن نقضي على 50% من العنف الذي نعرف من أين يتولد نكون قد حققنا إنجاز كبير، لكن أكيد ستكون هناك مواجهة مع هذه المجموعات المسلحة، ويجب أن تؤخذ، يجب أن تكون الحكومة القادمة لديها استراتيجيات للتعامل مع هذا الإرهاب. كيف؟ يعني أول شيء هو أن يتفق المجتمع الدولي على إيقاف تمويل هذه المجموعات الإرهابية ومحاربتها في أماكن وجودها. أعتقد أن موضوع التمويل هو موضوع الأهم. يعني نحن نعلم أن معظم تمويل هذه المجموعات المسلحة يأتي من دول الخليج أو من شخصيات خليجية، فبغطاء دولي موافقة من بعض الدول. أعتقد أن الخطوة الأولى هو قطع شريان المال عن هذه المجموعات المسلحة والحفاظ على شبابنا، أن هناك تجري عمليات غسل الدماء كثيرة لمجموعات شبابية للانضمام لهذه المجموعات. أعتقد أن هذا سيكون مهم جدا. هل أنتم متفائلون بخصوص المستقبل؟ يعني التفاؤل كلمة كبيرة جدا للألام التي نشعر بها، لكن أعتقد أن سوريا لن تعود كما كانت، لا بنواحيها السلبية ولا بنواحيها الإيجابية. أعتقد أني متفائلة لأني أرى أن الشباب في الداخل السوري مصمم على العمل رغم كل الظروف. يعني نحن في مكتبنا نعقد ورش عمل يومي، ويأتي الشباب بشكل يومي تحت القصف، تحت الضرب، تحت أزمة المعيشة، تحت أزمة السير. هناك لدي كل يوم في مكتبي 20 على الأقل 20 شاب وشاب يأتون من أجل أن يتعلموا ويتجهزوا لبناء سوريا المستقبل، وهذا ما يجعلني أتفائل. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا.